بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله، وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. نسألك يا ربنا في يومنا هذا فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس، كما نسألك ربنا الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 يا رب العالمين. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، وفي رحاب سورة جديدة من سور القرآن الكريم، ألا وهي سورة التحريم. ليس ملهاش أسماء تاني غير هذا الاسم، هو اسم التحريم. ومناسبة التسمية لأن في مطلعها بل وفي سبب نزولها تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام حرم العسل على نفسه إرضاء لبعض زوجاته رضي الله عنهن، وهذا في صحيح المسند من أسباب النزول للوادعي. وموافقة أول السورة لآخرها، بدأت السورة الكريمة بعرض نموذج لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الآية الثالثة للرابعة، وختمت بعرض نموذج لزوجتين من أنبياء الله تبارك وتعالى، نوح ولوط عليهما السلام في الآية العاشرة، ثم نموذج لامرأة صالحة في الآية الحادية عشر، وهي امرأة فرعون. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. ثم نموذج لسيدة نساء العالمين في الآية الثانية عشر، وهي السيدة مريم عليها السلام، وذلك لبيان أهمية دور المرأة في الأسرة وأثره في المجتمع وفي الأمة. الله تبارك وتعالى بيّن في هذه السورة الكريمة آيات عظيمة من آياته تبارك وتعالى. فهذه امرأة صالحة نشأت في بيت، يعني في بيت أكبر طاغية على وجه الأرض، الذي ادعى الربوبية من دون الله تبارك وتعالى، فقال أنا ربكم الأعلى. تخيل، تنشأ امرأة فرعون ويذكرها الله تبارك وتعالى ويخلد ذكرها في العالمين إلى يوم الدين في كتابه الكريم سبحانه جل وعلا. ونموذج لسيدة نساء العالمين السيدة مريم عليه السلام، حيث أنها ولدت عيسى عليه السلام بدون إيه؟ بدون أب. وكذلك نموذج لزوجتين، لكن للأسف كانوا تحت أنبياء الله تبارك وتعالى، أو نشأوا في بيت النبوة، ومع ذلك من أهل النار والعياذ بالله، امرأة نوح وامرأة إيه؟ وامرأة لوط. فالله تبارك وتعالى يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فيش نسب ينفع عند ربنا سبحانه وتعالى. شفنا النموذج، امرأة نوح امرأة لوط في بيت النبوة، ومع ذلك هذه النبوة لا تنفعهم عند الله تبارك وتعالى، لأنهم كفروا بالله جل وعلا. نموذج آخر لامرأة صالحة، امرأة فرعون نشأت في بيت هذا الطاغية، ومع ذلك هي من أهل الإيه؟ من أهل الجنة. طيب، نبدأ مع السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها الرسول، لما تحرم ما أباح الله لك من الاستمتاع بجاريتك مريم. ومريم ديت معلوم أنها كانت من أهل مين؟ من أهل مصر، مارية القبطية، ثم أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. من الاستمتاع بجاري، فصارت جارية من جوار النبي عليه الصلاة والسلام، تبتغي بذلك إرضاء زوجاتك لما غرنا منها، والله غفور لك رحيم بك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يعني قد شرع الله لكم تحليل أيمانكم بالكفارة إن وجدتم خيرا منها أو حنثتم فيها، والله ناصركم وهو العليم بأحوالكم وما يصلح لكم، الحكيم في شرعه وقدره سبحانه جل وعلا.
وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. والمعنى: واذكر حين خص النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بخبر. حفصة دي تبقى تقرأ بين الله السلام زوجته وبنت سيدنا مين؟ بنت سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان منه أنه لن يقرب زوجته ماري. فلما أخبرت حفصة عائشة بالخبر وأعلم الله عز وجل نبيه عن إفشاء سره، عاتب حفصة فذكر لها بعضا مما ذكرت وسكت عن بعض. يعني تخيل السيدة حفصة أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها سرا، ومن الذي أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الله تبارك وتعالى في علياء السميع القريب سبحانه جل وعلا. أعلم الله عز وجل نبيه عن إفشاء سره، وعاتب حفصة فذكر لها بعضا مما ذكرت ذكرت وسكت عن بعض. فسألت: من أخبرك هذا؟ لما كانش في حد معها أبدا ولا حد سمعها، وهي بتقول للسيدة السيدة عائشة هذا هذا الكلام وهذا السر، من أخبرك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، يعني أخبرني العليم بكل شيء، الخبير بكل خفي سبحانه جل وعلا. يبقى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. دايما كده وانت في أي مكان اعلم أن الله عز وجل مطلع على هفواتك وزلاتك، مطلع على سرك وعلى نيتك سبحانه جل وعلا. وذلك في الدعاء: اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا. ما هو اللي احنا بنسر جوانا ده ربنا عارفه سبحانه وتعالى، واللي بيدور في صدورنا من جوه مع أننا لم نتلفظ به الله عز وجل مطلع عليه وسبحانه جل وعلا. تخيل كل واحد مننا الآن جالسين، كل واحد في صدره أشياء بيفكر فيه، من المطلع؟ الله سبحانه جل وعلا. قال: نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني حق عليكما أن تتوبا، لأن قلوبكما قد مالت إلى محبة ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتناب جاريته وتحريمها على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل مال إلى ذلك، أنه يحرم يعني ماري على نفسه إرضاء لبعض زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. وإن تصر على العود على تأليبك ما عليه فإن الله هو وليه ونصره، وكذا جبريل وخيار المؤمنين أولياؤه ونصراؤه، والملائكة بعد نصرة الله له أعوان له ونصراء على من يؤذيه عليه الصلاة والسلام. يبقى اللي بيحاول إزاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العصر أو في هذا الزمان أو بعد ذلك بأي صورة من صور الإزاء، الله تبارك وتعالى هو ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. يبقى عسى ربه سبحانه إن طلقكن، إن طلقكن نبيه أن يبدله أزواجا خيرا منكن منقادات لأمره مؤمنات به وبرسوله مطيعات لله تائبات من ذنوبهن عابدات لربهن صائمات ثيبات وأبكارا، يعني لم يدخل بهن غيره لكنه لم يطلقهن صلى الله عليه وسلم. من أعجب التفسير أو من التفسير اللي سمعتها في هذه الآية في قوله تبارك وتعالى ثيبات وأبكار، أن الله عز وجل يجعل زوجة فرعون زوجة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبكار السيدة مريم تكون كذلك زوجة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، والله أعلم. هذا يعني يعني بعض التفسير كنت سمعت. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اجعلوا لأنفسكم وأهليكم وقاية من نار عظيم توقد بالناس وبالحجارة. المادة اللي هتشعل النار ديت الناس والايه والحجارة من الكفر يعني والعياذ بالله. على هذه النار ملائكة غلاظ، وصفهم الله عز وجل بأنهم ايه غلاظ، ما عندهمش رحمة، رحمة معدومة من عندهم نهائي، يعني فيش حد هيصعب عليهم، فيش حد ايه هيصعب عليهم، غلاظ على من يدخلها شداد لا يعصون أمر الله عز وجل إذا أمرهم ويفعلون ما يأمرهم به دون تراخ ولا توان. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقال للكافرين يوم القيامة يا أيها الذين كفروا بالله لا تعتذروا اليوم مما كنتم عليه من الكفر والمعاصي فلن تقبل أعذاركم، إنما تجزون في هذا اليوم ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر بالله وتكذيب رسله. يستفاد من الآيات الكريمة رقم واحد مشروعية الكفارة عن اليمين، مشروعية الكفارة عن اليمين. رقم اثنين بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ودفاعه عنه، حيث دافع الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثة من كرم المصطفى صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أنه كان لا يستقصي في العتاب، فكان يعرض عن بعض الأخطاء إبقاء للمودة. شوف يعني الفايدة الجميلة دي من كرم النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، أنه كان لا يستقصي في العتاب، فكان يعرض عن بعض الأخطاء إبقاء للمود. يعني مثلا أنت زوجتك عملت إيه يعني مثلا عدة أخطاء، 10 أخطاء، ما تعاتبهاش على كله كده مرة واحدة، لا، النبي عليه الصلاة والسلام عرف بعضه وإيه وأعرض عن بعض. ممكن تعلق على 3 أخطاء منهم بس كفاية، مش لازم بقى انك انت ايه تجيب الاخطاء كلها يعني مرة واحدة، وهذا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك استفاد مسؤولية المؤمن عن نفسه وعن اهله، حيث قال الله جل وعلا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فالمؤمن يعلم انه سيسأل عن ايه عن يعني من هو تحت رعيته، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول إيه عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه مردا جميلا. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.